اهلا بيكم واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر في حلقه جديده ومهمه. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومشاهدي برنامج الاهلي خط احمر. عوده ولقاء، ان شاء الله تكون حلقه ممتعه باذن الله. ان شاء الله تكون حلقه ممتعه، وعشان كلمه المتعه ذكرت في بدايه الحلقه فلازم نقول ان كل حكايه لها بطل، ومن أبطال حكاية النادي الأهلي بطل عيد ميلاده النهاردة، وهو بطل استثنائي، كابتن محمود الخطيب، محمود إبراهيم الخطيب. شخصية أهلوية لها ارتباط عند كل مشجعي النادي الأهلي، ولكن كحكاية السير والملاحم الشعبية لازم عشان البطل يظهر يكون في كبوة، لأن من رحم المعاناة دايما بيظهر البطل. من 1962 ل 1974 12 سنة بتتلعب 6 مواسم لبطولة النادي الدوري، النادي الأهلي لا يتوج باللقب. سنوات من أصعب السنوات في تاريخ النادي الأهلي. الطفل محمود الخطيب 1965 وتحديدا في شهر مارس بيبكي وهو بيستمع في الراديو لخسارة النادي الأهلي أمام نادي الترسانة بنتيجة 5-1، نتيجة قاسية وذكرى قاسية. بيبقى نفسه يغير الواقع ده، الحلم كان بعيد، هو مجرد مشجع، ولكن بتمر الأيام بل السنين وبيصبح الحلم واقع. أيوة أنت تقدر. محمود الخطيب داخل جدران النادي الأهلي عشان تبدأ ملحمة تغيير السنوات العجاف، ويبدأ النادي الأهلي يحقق دوري من 1975 لحد 1982 بتتلعب خلالها مواسم باستثناء 1978. النادي الأهلي بيحقق الدوري 7 مواسم متتالية خلال الثمان مواسم دول. كابتن محمود الخطيب بيكون هداف 7 مواسم من الثمانية. أيوه الأهلي بيرجع لوجهه اللي انتوا عارفينه، وحتى السنة الاستثناء 1978 كان هو بطل ملحمة الكاس أمام الزمالك 4-2. 1982 وخلصت حكاية الدوري، بس لسه حكاية الأهلي في أفريقيا مش بنفس الجودة. فيجي محمود الخطيب عشان يكتب سنوات الأهلي الذهبية هو وجيله في الأهلي في أفريقيا 1982 لحد 1987. 6 نهائيات متتالية بيلعبها الأهلي، بيحقق 5 بطولات فيها دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس الكؤوس 3 مرات. بيكون محمود الخطيب هو الأكثر تأثيرا فيهم والأكثر تسجيلا للأهداف في أفريقيا في تاريخ النادي الأهلي ب 37 هدف. ده خلى النادي الأهلي بعد مرور سنوات بيستلم جائزة نادي القرن. أيوة زي ما أنت سامع، كابتن محمود الخطيب هو السبب الرئيسي أو أحد أهم الأسباب في تتويج الأهلي بنادي القرن. 1987 الأسطورة بتعلق الحذاء ومباراة الهلال وذكرياتها التاريخية. بيسيب محمود الخطيب الملعب، ولكن تاريخ إداري عظيم بيعيد فيه أيضا النادي الأهلي وهو رئيس لمنصات التتويج الأفريقية. صعوبات، ضغوطات، كل حاجة واجهت محمود الخطيب، ولكن فضل صامد، ودايما بقول ولسه بيجري ويعافر وهيفضل يجري ويعافر. لو فتحت كتاب التاريخ هتلاقي اسم محمود إبراهيم الخطيب نقش من ذهب لا يمكن حد يمسحه أو يمحيه.